نقاش من الميادين ونناقش فيه. الاستيطان الرعوي أحد أساليب الاحتلال لقضم مزيد من الأراضي والاستيلاء عليها في الضفة الغربية. أزمات أوروبا السياسية والاقتصادية على رأس أولويات قمة بروكسل، أي دور لانجرار الاتحاد الأوروبي خلف القرار الأمريكي في تفاقمها؟ أزمة المناخ تتفاقم في ظل عجز عالمي على اجتراح الحلول، كيف تؤثر في مصير اللغات الأصلية وحضارات الشعوب؟ مساء الخير. الاستيطان الرعوي أسلوب ابتكره الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة وسلب مئات الدنومات من أراضي الفلسطينيين، ولا سيما في الأغوار ومسافر يطا، ما يسهل عمليا ضم ما تبقى من المناطق جيم التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. التقرير للزميلة نسرين سلمي، نتابع ثم نناقش. لم تعد أغنام عرب الملاحات في رأس العوجة القريب من أريحة ترعى في الجبال، بل باتت سجينة أقفاسها خوفا من اعتداءات مستوطن احتل الجزء الآخر من الجبل، وأعلن بقوة السلاح أن كل أرض تصل إليها أغنامه وأبقاره هي أرضه، ويمنع على الرعاة الفلسطينيين الاقتراب منها. المستوطنين يتهجموا علينا وعلى مراعينا، يمنعوننا نقطع الشارع، يمنعوننا نتحرك أمتار عن البيت تحت ضغوطات قوية، وإذا صار أي التماس مع المستوطن لو طفل صغير يساندهم الجيش والشرطة ويعتقلوا، طبعا مع غرامة مع بهدلة. جمال بات يفكر جديا في الرحيل بعدما تعرض وعائلته لاعتداءات من المستوطنين وصلت إلى محاولة دهس أبنائه وضرب شقيقه وتسميم كلابه. حاله لا تختلف عن حال آلاف البدو في جبال الضفة الغربية، ولا سيما في الأغوار التي تسعى إسرائيل إلى ضمها واستيطانها. وضع زي النكبة اللي حصلت أول شيء، كيف الترحيل النكبة 48 اللي بصير حاليا وبالسنتين حاليا نفس المشكلة، ترحيل ترهيب الناس. يعني للأسف الشديد تجمعات كثيرة أخلت كل أغنامها، باعت كل أغنامها. إسرائيل أقرت موازنة خاصة لدعم الاستيطان الرعوي تحديدا في مسافر يطا بالجنوب والأغوار، ما يسهل تنفيذ خطة للسيطرة على ما نسبته 62% من مساحة الضفة الغربية. ارتفعت وتيرة استهداف التجمعات البدوية وأصبحت أكثر شراسة ما بعد الحديث عن خطة الضم. دولة الاحتلال تستهدف التجمعات البدوية خاصة في منطقة الأغوار، باعتبار أن منطقة الأغوار هي منطقة حدودية ومنطقة يعني تحوي ثروات طبيعية ولها أهمية استراتيجية، فمن أجل ذلك تسعى سعت إسرائيل وما زالت تسعى لترحيل البدو. ويشير مراقبون للاستيطان أن إسرائيل تسعى إلى تخصيص 50,000 دنم من أراضي الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، يضاف إليها ما يستطيع المستوطنون وضع أيديهم أو أغنامهم عليه من أراضٍ. الاستيطان الرعوي وسيلة إسرائيلية جديدة لتهجير الفلسطينيين من المناطق المصنفة جيم لضمها بطريقة هادئة ومن دون تأليب الرأي العام الدولي ضد دولة الاحتلال. نسر سلمي من عرب الملاحات في الأغوار، الميادين. ونناقش هذا الملف مع ضيفنا من قلقيلية المدير العام للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ أمير داود. مساء الخير أستاذ أمير، هل يمكن أن تفصل لنا أكثر ما هو مشروع الاستيطان الرعوي، عدد البؤر الاستيطانية المتواجدة في المناطق جيم أو في الضفة الغربية، وأين تكمن خطورة هذه المشاريع الاستيطانية أو هذا المشروع الاستيطاني بشكل خاص؟ نقول بأن عملية الاستيطان الاحتلالي في أراضي الضفة الغربية تتبع مسارين. المسار الأول هو المسار الرسمي الذي تتبعه دولة الاحتلال من خلال السيطرة على الأراضي من خلال المستوطنات والأوامر العسكرية. المسار الثاني هو المسار المدفوع بقوة المستوطنين الأفراد أو الجماعات المستوطنين المسلحين الذين يستيطرون على أراضي الضفة الغربية تحت مسميات مختلفة، وآخرها موضوع الاستيطان الرعوي. اليوم لدينا أكثر من 90 بؤرة رعوية تسيطر بالمناسبة على أكثر من 300,000 دنم من أراضي الفلسطينيين. هذه المساحات تتركز في منطقة السطوح الشرقية. المقصود بالسطوح الشرقية هي المنطقة التي تمتد
من الأغوار الشمالية وحتى مسافريات دولة الاحتلال تستهدف هذه المنطقة بشكل استراتيجي بحكم أنها الخزان الاستراتيجي للغذاء الفلسطيني، وبالتالي هي تستهدفها بالكثير من المشاريع الاستيطانية، وعلى رأسها مسألة البؤر الرعوية والزراعية المدفوعة من قبل المستوطنين المسلحين محميين بقوة الجيش من أجل السيطرة على هذه الأراضي وطرد الفلسطينيين من هذه المناطق. مسألة البؤر الرعوية تحاول من خلالها دولة الاحتلال فرض بيئة قهرية طاردة على الرعاة والمزارعين الفلسطينيين في هذه المناطق من أجل تفريغها وتسليمها للمشروع الاستيطاني. طب يمكن أن نفصل أكثر بالخطورة، هل صحيح بأن هذا النوع من الاستيطان، وأنك أشارت يمكن إلى مسارين، المسار الذي يعني الرسمي الذي تقوده حكومة الاحتلال، وأيضا مسار المستوطنين وهم مدعومون بشكل أو بآخر هذه المرة بشكل كبير من حكومة اليمين المتطرف، هل يستهدفوا المناطق الفاصلة بين المستوطنات؟ لنفصل أكثر ونقرب المشهد أكثر للمشاهد أستاذ أمير. اولا يعني من المهم الاشاره بان قاده ميليشيات الاحتلال هم من وصلوا الى سلطه الحكم في دوله الاحتلال من خلال الحكومه الاخيره، وبالتالي الدعم الذي يحصل عليه المستوطنون هذه الايام هو دعم غير محدود بحكم ان قاده الحكومه الحاليه هم قاده المستوطنين، هم اتوا اصلا من تنظيمات ارهابيه تعمل في الميادين، وبالتالي هم يتلقون تعليمات مباشرة من داخل الحكومة ويتلقون التمويل أيضا من داخل الحكومة. هناك الكثير من الامتيازات والصلاحيات التي منحت لهذا المستوطنين، آخرها هي المطالبة بشرعنة أكثر من 75 بؤرة استيطانية، وعندما نتحدث عن الشرعنة بالمفهوم الاحتلالي نحن نتحدث تقديم الكثير من الخدمات الأساسية لهذه البؤر، منها المياه والكهرباء والشوارع والأمن، وبالتالي قضم المزيد من الأراضي وتخصيص موازنات كبرى لهذه المستوطنات، أي أنها تتحول من كونها بؤرة بدائية إلى مستوطنة كاملة تحصل على الكثير من الامتيازات والتمويل. الهدف كما قلنا سابقا من هذا السلوك الاحتلالي وهو البؤر الزراعية والرعوية هو السيطرة أولا على أراضي الفلسطينيين من خلال الشريط الممتد من الأغوار الشمالية وحتى أكثر جنوب الضفة الغربية وحتى مسافر يطا من أجل محاصرة مصادر المياه والمصادر الطبيعية بحكم أن هذه المنطقة هي الخزان الاستراتيجي للمصادر الطبيعية. هذه هي جوهر عملية السيطرة على هذه المنطقة من أجل إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنات القائمة في هذه المنطقة. سبقتني إلى هذه النقطة أستاذ أمير، هل صحيح بأنه الهدف الأساسي منها تمهيد الربط بين المستوطنات ببعضها البعض وإزالة بطبيعة الحال أي سياج أو حدود فيما بينها؟ صحيح، هذا ما تحاول دولة الاحتلال فعله هذه الأيام، وإحداث تواصل جغرافي مع هذه المستوطنات وتعزيز الاستيطان بشكل كبير في هذه المنطقة. الهدف الاستراتيجي من هذا السلوك في نهاية الأمر هو إعدام إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. هناك محاولة للقضاء على أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل من خلال العبث بالجغرافيا الفلسطينية ومصادرة السفوح الشرقية وتعزيز التكتلات الاستيطانية الكبرى في وسط وغرب الضفة الغربية، وبالتالي نحن نتحدث عن معازل وكنتونات فلسطينية معزولة محاطة بمستوطنات وشوارع استيطانية ومجموعة من البؤر العسكرية. هذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال هذه الأيام. طب هذا المسار الاستيطاني المستمر بأشكال عدة من بينها الرعوي، لاحظنا من خلال التقرير الذي أعدته الزميلة نسرين سلمي، يعني للأسف في بعض الأماكن هنالك تضييق على الرعاة الفلسطينيين لترك وهجر مناطقهم وأماكن التي ترعى فيها مواشيهم. هل يمكن الحديث اليوم عن كيفية أساليب المواجهة لهذه الخطط؟ أتحدث بالمستوى الشعبي بداية أستاذ أمير، لأنه في بيان من الخارج الفلسطينية وسنتحدث عن المسار الرسمي. صحيح، أولا قبل العروج على محاولات أو وسائل مواجهة هذه الإجراءات الاحتلالية، من المهم الإشارة أن دولة الاحتلال تستهدف هذه التجمعات وهذه القرى في الكثير من عمليات الهدم وإصابات الهدم التي تستهدف إزاحة الوجود الفلسطيني وتصيغ هذه المنطقة لصالح المشروع الاستيطاني. اولا هناك مسار قانوني يتم متابعته مع الاهالي في هذه المنطقه من اجل استرداد الاراضي التي يسيطر عليها المستوطنون والتي يسرقها المستوطنون تحت تهديد السلاح. المستوى الثاني هو في تعزيز حقوق المواطنين في هذه المنطقه، هناك الان خطه وطنيه يجري الاعداد لها وتم الموافقه
على أجزاء كبيرة من مكوناتها تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين في هذه المنطقة وعدم السماح بترحيل وتحديدا البدو في هذه المنطقة، لأن البدو في هذه المنطقة هم حراس الأرض وهم الضمانة الوطنية لعدم تسريب هذه الأراضي للمشروع الاستيطاني. إذا تحدثنا عن دعم حقوق المواطنين وعن متابعة قانونية حقيقية، يمكن القول أننا أمام مواجهة حقيقية تهدف إلى إفشال المشروع الاستيطاني في هذه المنطقة. ومن يقف خلف هذه المطالبات القانونية؟ لأننا يعني حينما نتحدث ما أشارت إليها أريتسوا تقديرات صحفية إسرائيلية بأن هذه الخطة البؤر الاستيطانية الرعوية هي يعني تتطلب الشرعنة بموافقة وزير الأمن وكذلك وزارة القضاء. كيف يمكن أن يستتبع هذا المسار القضائي بالنسبة له للفلسطيني لمواجهة الإسرائيلي، ونحن نعلم يعني الآن في شخصيات أساسية مثل بن غفير وسموتريتش هي ترعى وتدفع فتية التلال كما يقال بأنهم يقفون وراء هذه المخططات والبؤر الاستيطانية الرعوية بشكل أساسي؟ يعني نحن ندرك بأن القضاء الاحتلالي وكل منظومة القضاء الاحتلالي هي منظومة متواطئة مع المستوى السياسي الاحتلالي، وبالتالي نحن لا نتطلع إلى الكثير من النتائج من هذه المنظومة. نحن ندرك أن منظومة القضاء هي القاضي والجلاد، منظومة القضاء في دولة الاحتلال هي القاضي والجلاد في كل القضايا التي نتعامل معها، ولكن لا نقفل أهمية الملف القانوني، لا نقفل أهمية الوظائف التي يمتلكها المواطنون بخصوص ملكية هذه الأراضي التي بالضرورة تشكل الحجة الاحتلالية. صحيح نحن نخوض معركة على كل المستويات ومن ضمنها المعركة القانونية، مع إدراكنا أن دولة الاحتلال تجير كل القوانين لصالح المشروع السياسي ولصالح المشروع الاحتلالي الاستيطاني، وبعد ذلك يجب أن لا نفقد أهمية هذا الجانب. هناك متابعات قانونية أيضا مع منظمات دولية عليها أن تعرف ماذا يجري على الأرض، لأن كل ما يجري على الأرض تحت المسميات المختلفة الكثيرة التي جرتها دولة الاحتلال هي عملية غطاء لسرقة الأرض التي ترتقي لمستوى الجريمة مستمدة الأركان. نحن نتابع هذه القضايا بالإضافة إلى المحاكم داخل دولة الاحتلال، نتابعها على المستوى الدولي ونتابع كل منظمات العالم على ما يجري على الأرض. صحيح أن الموقف الدولي لا يرتقي لمستوى الجريمة التي ترتكب على الأرض الفلسطينية فيما يتعلق بسرقة الأرض، ولكن علينا أن لا نتغافل عن أهمية هذا الجزء ونتابعه حتى النهاية. طب الخارجية الفلسطينية في هذا الإطار أستاذ داود حذرت المجتمع الدولي من مخاطر استمرار اعتداءات الاحتلال على المستوطنين من خلال هذه المشاريع الاستيطانية وأشكال الاستيطان الذي تتوالى وتتسارع في الأونة الأخيرة. هل من يتكفل باتباع أو بمتابعة هذا المسار هو المستوى الرسمي السلطة الفلسطينية الخارجية الفلسطينية أم هنالك دور للمنظمات كما ذكرت؟ وهل في متابعات يعني مع المنظمات على المستوى الدولي؟ لأنه لاحظنا في نوع من التغيير بمواقف وسلوك الاتحاد الأوروبي أخيرا تجاه بناء هذه المستوطنات التي تقول بأنها ستؤدي إلى توتر وعدم استقرار في الأراضي المحتلة وفق تعبيرها. صحيح هناك مستويان يمشيان بنشاط كبير هذه الايام، المستوى الاول هو المستوى الرسمي الذي تقوده وزاره الخارجيه الفلسطينيه بالاضافه الى كافه الوزارات ذات الصله بهذا الموضوع، والمسار الثاني هو المسار المرتبط بالمجتمع المدني الفلسطيني، المجتمع المدني الفلسطيني ايضا يحمل هذا الملف بجديه كبيره ويتابع مع المواطنين ويتابع كل التفاصيل المتعلقه بهذه القضيه مع المؤسسات سواء داخليه او مؤسسات دوليه تتبع للامم المتحده والمحاكم التي تتابع هذا النوع من القضايا. مره اخرى المستوى الدولي وعلى راسها منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدوليه لم يرتقي موقفها الى مستوى الجريمه التي تحدث، ولكن لاحظنا في الفتره الاخيره تصاعدا جديا في مستوى الإدانة التي تأتي من قبل هذه النوع من المنظمات. صحيح أن دولة الاحتلال لا تلتفت لهذا النوع من الإدانات ولم تغير من سلوكها، نحن نتطلع إلى محاكمة حقيقية للمجرمي الحرب الاحتلاليين، ولكن إلى أن نصل إلى هذا المكان علينا أن نكون مستعدين على مستوى القانوني وعلى مستوى المعلومات التوثيقي. يعني يمكن هذا التحول بالمواقف أن يمارس نوع من الضغط على الحكومة الإسرائيلية تدفعها بشكل أو بآخر إلى التراجع أستاذ أمير، إذا ما كنا يعني متفائلين إلى هذا الحد؟
نحن لسنا متفائلين إلى هذا الحد، ولكن نحن نتطلع إلى تغيير حقيقي وجذري في المواقف، وتحديدا الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة يعقد الكثير من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية مع دولة الاحتلال. التحدي الحقيقي هو في التغير الجوهري على مستوى الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية مع دولة الاحتلال. هذا ما يمكن أن يؤثر على سلوك دولة الاحتلال على الأرض. قبل أيام قليلة الولايات المتحدة الأمريكية ألغت عملية تمويل الكثير من المشاريع التقنية داخل المستوطنات. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وستؤدي بالشكل التراكمي إلى تراكم مواقف دولية قد تضغط على دولة الاحتلال، وبالتالي تغير من سلوكها وصولا إلى إنهاء الاحتلال بشكل تام. نحن لا نتطلع إلى تغيير موضع هنا أو تغيير موضع هناك. الهدف الحقيقي والاستراتيجي هو إنهاء الاحتلال، وبالتالي عملية كما يجب أن تصل وتطلع إلى هذا المكان الذي ينهي الاحتلال ويحرر الأرض الفلسطينية. وهنا أستاذ أمير، يعني يتم التعويل مجددا على خيار المقاومة، وما نشهده تحديدا من هذه الجدوى المتراكمة لخيار المقاومة ويعني أمثال كتيبة تجنين ما يحدث في الضفة الغربية، هل هو يمكن القول الحصن المنيع والمتقدم في الصفوف الأمامية للدفاع عن الفلسطينيين ومنع عمليات القضم، منع عمليات التهويد والسرقة للأراضي الفلسطينية؟ يعني هناك الكثير من الأدوات التي يجري الآن العمل عليها، وعلينا أن لا نغفل أهمية أي أداة من هذه الأدوات. نحن نتطلع إلى حالة من المقاومة الشعبية التي تواجه مخططات الاحتلال في كل أماكن الوجود الفلسطيني من أجل إفشال المشروع الاحتلالي. أيضا المعركة القانونية، المعركة الثالثة هي المعركة الدبلوماسية التي تخاض على المستوى الرسمي وعلى مستوى منظمات حقوق الإنسان. هناك الكثير من المستويات، علينا أن لا نغفل أي أهمية أي أداة من هذه الأدوات من أجل الوصول إلى هذا الدعم التراكمي الذي نتحدث عنه. لا يمكن القبول باستخدام وسيلة هنا وتغافل وسيلة هناك. علينا الاستثمار في رفع جدوى كل الوسائل المتاحة بين يدي الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى لحظة الحقيقة التي تتحرر فيها الأرض وتتخلص فيها من مشروع الاستيطان الاحتلالي بشكل كامل. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا مباشرة من قلقية. يكثر التساؤل حول مستقبل أوروبا، فالأزمات الداخلية تكبر وتطغى على كل الأولويات في ظل انجرار أوروبي شبه تام مع الشريك الأمريكي في صراعه ضد الصين وروسيا. فهل تكون هذه الأزمات كالنار تحت رماد الانهيار في القارة العجوز؟ نتابع ثم نناقش. هو عام الأزمات في أوروبا، اقتصاد الحرب دهم مختلف نواحي حياة الأوروبيين، فبات التوتر يسيطر على وضعهم المعيشي، ما بدل مشهد الاستقرار والرغد في القارة. وهنا لن يكون مفاجئاً ألا يكون ملف المواجهة في أوكرانيا هو الملف الأبرز أمام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. فبينما مصير الحرب ميدانياً لا يزال ضبابياً، تواجه أوروبا أزمات أبعد من ذلك، تأتي نتيجة انجرارها خلف الولايات المتحدة في مواجهة روسيا في أوكرانيا وفي مواجهة الصين، حيث ستكون الأزمات هذه وانعكاساتها الكبيرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا الحاضرة الأكبر أمام زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يتباينون أصلا في مواقفهم من القضايا المشتركة. وفي موازاة ذلك تزداد المخاوف من تبعات الصعود الكبير والسريع لليمين المتطرف في أوروبا، مع بروز أحزاب يمينية متطرفة وعنصرية خرج من رحمها عدد من القادة الذين يتزعمون أوروبا حاليا. ما تشهده فرنسا هذه الأيام وقبلها في التعامل مع حركة الاحتجاج على قانون إصلاح نظام التقاعد يؤشر إلى أين تتجه السلطات الحاكمة في غالبية الدول الأوروبية، مع تبنيها سياسة أكثر تشدداً لا تخلو أحياناً من عنصرية واعتماداً على القبضة الأمنية والتضييق على مواطنيها وسكانها في معالجة القضايا والأزمات الداخلية. فهل تنجح هذه الطريقة في استعادة صحة القارة الأوروبية أم تسرع في انهيارها؟ وهل يمكن لليمين المتطرف أن يحتوي حال الاهتراء التي تعم القارة؟
ولمناقشة ملفنا الثاني في نقاش نرحب بضيفنا هنا في استديو الميادين الخبير في الشؤون الأوروبية الأستاذ رضوان قاسم. أهلا بك أستاذ رضوان والقادم من برلين، أضحى مبارك وكل عام وأنت بألف خير. إذا انطلاقا من هذا التقرير، يتصدر الملف الاقتصادي مقدمة أجندة القمة الأوروبية، ما حجم يعني الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية وما هي المسببات الرئيسية في ظل إصرار أوروبا على زيادة الإنفاق على التسليح بدعم أوكرانيا بمواجهة روسيا؟ نعم، أولا اسمحي لي أن أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وأشكركم على هذه الدعوة، وكل عام وأنتم مشاهديكم بألف خير وسلامة. وأنت بألف خير. أضحى مبارك. واقعا الوضع الاقتصادي في أوروبا وضع متأزم جدا جدا جدا، وإن لم يظهر في الإعلام الأوروبي، وخاصة أنه يميل إلى إخفاء الحقائق التي يعيشها الاقتصاد الأوروبي، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل أيضا على صعيد الأزمات السياسية التي يعيشها، أيضا وأيضا على الصعيد الأمني، وهذا الأخطر ما في الموضوع. اليوم الأوروبيون يحاولون أن يعني يجعلوا أنفسهم في موضع القوة، في موضع الظهور بأنهم أقوياء، بأنهم موحدين، بأنه اقتصادهم قوي، بأن دعمهم العسكري للأزمات التي يعيشونها وخاصة في أوكرانيا أنهم منتصرون ومتقدمون، إلا أن هذه غير حقيقية أبدا، بل العكس هو الصحيح. على سبيل المثال، نسبة التضخم ارتفعت نسبة كبيرة جدا، ارتفاع الفائدة أيضا أثر عليهم كثيرا، وهذا ما يؤخر النمو الاقتصادي. عندما ترتفع الفائدة لا يمكن للاقتصاد للبلد أن ينمو. أيضا وأيضا أن الرواتب للموظفين لم تعد تكفي الى نصف الشهر من الحياة اليومية التي كان يعيشها، ونحن نعرف ان الوضع الاقتصادي الأوروبي يؤثر على الشعب بطريقة سريعة جدا، بحيث ان المواطن يشعر بالفارق ما بين الأسعار التي كان يستخدمها او كان يستفيد منها سابقا والأسعار التي اصبحت اضعاف واضعاف عما كان سابقا، ولذلك انعكست مباشرة يعني في الشوارع التي شهدناها في العواصم الأوروبية. صحيح. احتجاجات، حركة، تظاهرات اخذت أشكال هذا عنف حتى في بعض المدن. نعم صحيح، هذا كله سهل أمام تغيير نموذج السياسي والنمط السياسي الذي يعيشه المواطن الأوروبي، بحيث أننا أمام مشهد خطير وخطير جدا بارتفاع منسوب الأحزاب اليمينية المتطرفة. ومؤخرا ما حصل في ألمانيا كان فعلا ضربة صادمة للحكومة ولأغلبية الأحزاب الألمانية التي كان يعتبر أنها وسطية وأنها يعني منفتحة بعض الشيء، بصعود حزب اليمين المتطرف المسمى AfD الذي هو من أجل ألمانيا. هذا الحزب الذي يدخل للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية في البلديات ويترأس بلديات، وهذه صدمة كبيرة جدا، لأنه نحن نعرف أن العمل البلدي له تأثير أكبر بكثير من العمل الحكومي أو العمل السياسي، حيث أن البلديات تتعاطى مع المواطن مباشرة، وهذا مما يجعل مفهوم المواطن للسياسة التي يتخذها هذا الحزب للمواطن من خلال البلديات، هذا سيؤثر في نمطه الحياتي. لماذا تتحدث عن مخاطر صعود هذا اليمين في القارة الأوروبية انطلاقا يعني مما يجري في ألمانيا أستاذ رضوان؟ أي سياسات قد ينتهجها هذا اليمين قد تؤثر بالفعل على اقتصادات أوروبا، أم يمكن أن يشترح الحلول؟ لا، أنا أشكرك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا، لأنه الكثير لا يعرف ماذا أبعاد أن يصل حزب يميني متطرف إلى سدة الحكم في أي دولة أوروبية، ليس في ألمانيا فقط بل أي دولة أوروبية، ونحن رأيناها في إيطاليا مثلا، ذلك في اليونان في الانتخابات. نعم، في اليونان وفي إيطاليا وفي العديد من الدول الأوروبية، حتى في السويد، في العديد من الدول الأوروبية، إن لم يصل إلى سدة الرئاسة إلا ما أنما وصل في البرلمانات التي لم يكن يحلم أن يصل إليها. صح. من خلال نائب أو 10 أو 100، هذا لا يعني لا يهم في الفوارق بالأرقام، حجم التمثيل بالضبط، إلا حجم التمثيل سيؤثر على الشارع. ماذا يعني أن يصل اليمين المتطرف؟ يعني أننا أمام فوضى سياسية متناقضة فيما بين الدول أنفسهم،
ضد المهاجرين، ضد الأجانب، وهذا ما سيشكل أزمة خطيرة على السياسات الاقتصادية في هذه البلاد أي إن تكن تلك البلاد. أيضا بالنسبة للعمالة، أيضا بالنسبة للحياة التي يعيشها المواطن وخاصة الأجنبي الذي يعني يسير في الشارع، ربما هذا يتعرض للإهانة أو الأذى. وحصل في العديد من المناطق أن أحرقت أماكن سكنية للمهاجرين. هذا إن دل على شيء يدل أننا نحن ذاهبون أمام فوضى كبيرة جدا. يعني بث خطاب الكراهية وتحميل المهاجرين عبء هذه الأزمات. صحيح. وهذا ليس فقط مع المهاجرين، بل حتى مع المواطنين أنفسهم، لأن العديد من هؤلاء المواطنين أيضا ضد الفكر المتطرف. أضيف إلى ذلك أن العلاقات الاجتماعية ما بين المهاجرين وما بين المواطنين، على سبيل المثال كثير من مثلا المهاجرين تزوجوا من أجنبيات أو من أهل هذه البلد، والعكس صحيح، أو أيضا أجانب تزوجوا من أجنبيات. هذا يعني يجعل انشقاق كبير في الشارع الأوروبي، وخاصة أن هذا الشارع اليوم يعيش أزمة اقتصادية، مما يخوله أن يذهب إلى العنف، وهذا ما رأيناه مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية. يعني فرنسا بالأمس هذه الحادثة التي حدثت مع الشاب المراهق، يعني صحيح، صيقت بإطار آخر بأنه هذه المناطق هي تعاني من التمييز. نعم. من الغبن، ولا يتم التعامل معها كباقي المناطق. صحيح. حتى في ألمانيا هنالك العديد من الأحداث التي تحدث يوميا أو شبه يومي في ضد الأجانب أو ضد فئة دون أخرى، يعني ضد بعضهم البعض، من خلال الكراهية التي وجدت اليوم. وخاصة أيضا هنالك توجه نحو الدين، يعني هذا يلعب دور أساسي وخطير جدا عندما نرى أن أحد المسؤولين الأوروبيين يقول أن حرق القرآن هو حرية التعبير وديمقراطية وإلى ما هنالك. نحن أمام كارثة حقيقية بكل ما للكلمة معنى، لأن آلاف بل ملايين المسلمين اليوم من أتراك وغير أتراك يعيشون في الدول الأوروبية. ماذا لو اصطدم هذا بالشارع الأوروبي؟ نحن أمام كوارث اجتماعية ممكن أن تصل إلى حرب أهلية في مكان ما، بغض النظر عن الحجم وبغض النظر عن تسمية الدولة هنا أو هناك. مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث عن فرنسا، ماذا يعني أن ملايين الجزائريين والمغاربة والتوانسة واللبنانيين وإلى ما هنالك يعيشون في فرنسا؟ ماذا إن اصطدم هؤلاء مع المتطرفين؟ طب هل لدى قادة الاتحاد الأوروبي تقدير موقف لما يجري حقيقي؟ ما مدى قدرة مقاومة هذا الضغط الاقتصادي وهذه الحركات اليمينية الصاعدة؟ واقعا الأوروبيون اليوم يعيشون أزمة. وحدة الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الحركات هي تأخذ بريطانيا لبريكزيت نموذجا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وهنا هل نتحدث أيضا عن ضعضعة الاتحاد ووحدة الاتحاد الأوروبي؟ هذا ليس جديد، يعني تفكك الاتحاد الأوروبي أصبح أمر واقع وإن طال الوقت. يعني بمعنى آخر، عندما بدأت أزمة كورونا تبين عدم توافق هذا الاتحاد فيما بينه، تفكك هذا الاتحاد في الكثير من المواقف وكثير من الأحداث التي حصلت في أزمة كورونا، وصولا إلى أزمة أوكرانيا. يعني حتى هذه التسميات قريبة من بعضها بين أوكرانيا وكورونا. نعم. فإذا نحن أمام أزمة أوروبية، عدم تكاتف، عدم وجهة أو اتفاق في وجهات النظر، وهذا مما سيجعل من تفكك الاتحاد الأوروبي أسرع بكثير. اليوم المسؤولون الأوروبيون للأسف يعني يتكابرون على أنفسهم إذا صح التعبير، أنهم لا يريدون أن يواجهوا الشارع بحقيقة الأمور، خاصة أنهم يتنكرون للواقع. نعم، يستنكرون للواقع وللحقيقة، ويعني يدعون أنهم موحدين، لكن هذا أمر غير صحيح. أضف إلى ذلك أن هذا التكابر وهذه المكابرة إذا صح التعبير من القيادات الأوروبية ستجعل من الانهيار الاتحاد الأوروبي أسرع بكثير مما كان سابقا. وهنا لعب دور هذه التبعية الأوروبية بالقرارات يعني القرار الأمريكي للموقف الأمريكي، ويقال أنه نمو الاقتصاد الأمريكي كان على حساب الاقتصادات. صحيح. الأوروبية. صحيح. صندوق النقد الدولي في أرقامها الأخيرة يعطي النمو الكبير في آسيا بمقابل هذا التراجع للنمو في الدول الأوروبية. نعم، هذه هي المشكلة، أن هؤلاء يعني القادة الأوروبيون للأسف الشديد التبعية للولايات المتحدة الأمريكية جعلتهم يعيشون مأزق.
مصدق حقيقي. يعني عندما نرى أن هنغاريا مثلا تتجه منحى مختلف تماما عن بقية الدول الأوروبية، حتى إيطاليا، حتى موقفها بحال تجاه الحرب في أوكرانيا، بالتأكيد حتى إيطاليا، حتى دول اتحاد حلف الناتو مثلا، هل موقف تركيا كما موقف بقية الدول حلف الناتو؟ بالتأكيد لا. هذا مما جعل الموقف الأوروبي ضعيف إلى أبعد الحدود على الصعيدين السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا. لهذا رأينا زيارة ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية كيف كانت يعني باهتة، وحتى أن وصلوا الصوت أن يرفعوا قضية في المحاكم الدولية من أجل هذه المسألة. رأينا زيارة القادة الأوروبيون إلى الصين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل أيضا سورا كما جعلت سور مع روسيا بين الدول الأوروبية وروسيا، وجعلت هذا الخلاف قائم، تريد أن تجعله أيضا مع الصين، وكل هذا تبعا للسياسة الأمريكية أو أطلسية. صحيح. روسيا مواجهة، وهذا ما يصب في صينية. مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الولايات الدول الأوروبية وبعض القادة من الدول الأوروبيين بدأوا يعني يستجدون الولايات المتحدة الأمريكية عدم طرح كثير من الوعود وكثيرا من الـ إذا صح التعبير المساعدات إلى الشركات الأوروبية للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تفريغ الدول الأوروبية من الشركات الأساسية التي يعني تقوم هذه الدول على اقتصادها من خلال هذه الشركات. عندما تفرغ هذه الشركات بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتفرغ أوروبا من هذه الشركات، نصبح أمام مأزق أوروبي كبير وكبير جدا. أضيف إلى ذلك نسبة البطالة، البطالة ارتفعت بنسبة كبيرة جدا، شركات كثيرة وأنا أعرف منها العديد منها أنه حتى موضوع الاستيراد والتصدير تضاءل بنسبة كبيرة جدا، مما جعل من هذه الشركات تقفل أبوابها ويذهب عمالها إلى البيوت إلى المنازل. هذه الأزمة للأسف الشديد حتى الآن لم تظهر إعلاميا، لأننا نحن نعرف أن الإعلام الأوروبي اليوم مسيس إلى أبعد الحدود، وهذه الدعاية التي يدعونها أن حرية التعبير وحرية الإعلام وكل هذا الكلام سقط أمام الأزمة التي يعيشونها، وكل هذه الشعارات حول حرية الإعلام ليس لها أساس من الصحة. من هنا نعرف أن العديد من القنوات الإعلامية مثلا مثل روسيا اليوم أحيانا حتى قناتكم الكريمة الميادين إما يقطعون مثلا الصوت أو يشوشون على الصورة، وكذلك بعض القنوات الشرقية بعدة لغات أكانت إنجليزية أو فرنسية أو يريدون إقفالها حتى لا يصل الصوت الحقيقي والصورة الحقيقية أو الصورة يعني المناقضة لرأيهم السياسي. ولكن الاستمرار بهذا التعتيم، لأنك أشرت إلى هذه الجزئية، ألا يضع هؤلاء الحكام أمام تحديات أساسية لرؤية مستقبل هذه القارة؟ يعني بالتأكيد سيضعهم أمام تحدي كبير، لكن من خلال تصرف أو من خلال شعور المواطن بهذا الفارق الحقيقي ما بين الحقيقة وما بين الواقع. يعني على سبيل المثال عندما يتحدثون عن حرب أوكرانيا يتحدثون وكأنهم منتصرين، أما الواقع غير ذلك، رغم كل الدعم العسكري الذي قدمونه إلى أوكرانيا من سلاح ومن عتاد ومن ذخيرة وأموال وإلى ما هنالك، إلا أنه ليس هنالك أي تقدم على الأرض. المواطن ليس كالشرق، يعني ليس كدول الشرق أوسطية، المواطن الأوروبي لا يهتم كثيرا بالسياسة، يهتم إلى عمله اليومي، معيشته اليومية. عندما يجعل أو يشعر أن هذا الرغيف أو هذا يعني الراتب وهذه الحياة اليومية التي كان يعيشها برفاهية مهددة بالخطر، يبدأ بالسؤال إلى أين نحن ذاهبون. ومن هنا بدأ الانطلاق إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة أن تصعد بشكل كبير، حيث أنه بدأ المواطن يشعر بأن حياته الاجتماعية بدأت يعني في خطر، وخاصة أن نحن نعرف أن الأوروبيون يعيشون برفاهية عالية جدا. صحيح. بالنسبة لبقية الدول العالم. ولكن انقلبت الصورة اليوم، اختلف الوضع اليوم. الراتب كما ذكرت لم يعد يكفي للمواطن الألماني أو الفرنسي، يعني أن نتحدث عن أرقام تؤشر إلى مجاعة حقيقية داخل القارة الأوروبية. صحيح. وهذا مؤشر خطير. بدأ المواطن بعض المواطنين يشعرون أنهم بدأوا يستغيثون بالدولة التي
تعطيهم أقل ما يمكن من الحياة اليومية ليستمروا فيها. أضف إلى ذلك، هل ما زالت قادرة الحكومات على دفع ما كانت المستحقات للمواطن الذي ليس لديه القدرة أن يستمر؟ بالتأكيد لا، لأن نسبة الهجرة وخاصة اللاجئين الذين أتوا من دول مختلفة وخاصة من أوكرانيا مؤخرا أثر على الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية التي كانت تساعد هؤلاء المواطنين. اليوم أصبحوا هؤلاء في أزمة، لم يعودوا قادرين أن يغطوا الحياة المعيشية لهؤلاء اللاجئين. لهذا بدأنا نشعر أن الخطر الاجتماعي يهدد الشعب الأوروبي، ومن هنا تبدأ الحكاية إذا صح التعبير، أن انقسامات هذه الدول بدأت تتجه بمناحي مختلفة تماما، وخاصة أن تناقضات المصالح بدأت تظهر للعلن. ومن هنا نستطيع القول الأجندات اختلفت، نستطيع القول أن الاتحاد الأوروبي لن يبقى كما كان سابقا، بل يتفكك عند انتهاء موضوع أوكرانيا بالتأكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان قاسم الخبير في الشؤون الأوروبية والقادم من برلين، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا لكم، تحياتي ولمشاهديكم. شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستئناف ومناقشة ملفنا الأخير في نقاش، فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. أزمة المناخ التي تتفاقم مع العجز عن اجتراح الحلول الفعالة وتحايل الدول الصناعية والغنية في تحمل مسؤولياتها الحقيقية لبناء جهد عالمي يصد الكارثة المرتقبة. هذه الأزمة لن تقف عند خطر إبادة شعوب وتدمر أو تدمير الطبيعة، بل ستمتد لتصيب اللغات الأصلية وحضارات الشعوب بالذبول وربما بالاندثار. نتابع ثم نناقش. الدراسات تكشف أنه في عمق أزمة المناخ من المتوقع أن يقضي ارتفاع مياه المحيطات على ما هو أكثر من الأرض، لغات بأكملها وحضارات ستمحى في مناطق توفالو وكيرباتي وجزر مارشال وغيرها من الجزر المرجانية المنخفضة في المحيط الهادئ. ليست المنازل والمحاصيل والتماسك المجتمعي وحدها هي المعرضة للخطر، إنما لغات سكان تلك المناطق هي تحت مرمى النار. تنبئ الدراسة أن العلاقة بين اللغة والمناخ قديمة، فعندما كان البشر يسكنون الأرض كان المناخ والجغرافيا عاملين هائلين في المكان الذي استقروا فيه وازدهروا. اليوم ومع الفيضانات المتوقعة فإن البحار لن تبتلع فجأة مجتمعات لغوية، لكن سكان المناطق المعرضة للكوارث سيرحلون قسريا إلى مجتمعات جديدة، حيث سيجبرون على التخلي عن لغاتهم ويندمجون في ثقافات جديدة. بهذا التهديد الجديد لن تتسبب سياسات التخلي والتسويف المعتمدة في الغرب بنكبة في الأرواح والطبيعة في الجانب الضعيف والفقير من العالم، بل ستنزل مأساة تاريخية بلغات وثقافات صمدت منذ آلاف السنين. ولمناقشة ملفنا الثالث نرحب من القاهرة بالمنسق الوطني الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واستشاري تغير المناخ والتنمية المستدامة السيد صبري. مساء الخير سيد صبري. أزمة المناخ لا تشكل تهديدا وفقا للتقرير الذي تبعناه وجوديا للتنوع البيولوجي، بل أيضا للتنوع الثقافي واللغوي، كيف وما الرابط؟ مساء الخير على حضرتكم وعلى مشاهديك. الحقيقة أن طبعا التغير المناخ له تأثير كبير، لأن نحن نعلم أن الثقافة واللغة من مكونات الحضارة، وهي مرتبطة أساسا بالمناخ الطبيعي والطبيعة المتواجد فيها هؤلاء البشر. وبالتالي عندما يتغير المناخ وتتغير الطبيعة ويصبح درجات الحرارة مرتفعة أكثر من اللازم، وهناك كثير من العواصف والأعاصير وموجات الحارة والتي تؤثر على الحياة المعيشية للبشر في هذه الأماكن، فبالتأكيد تؤثر على حياتهم وعلى يعني المكون الأساسي في
في ثقافتهم وهي اللغة. وعندما يضطرون هؤلاء إلى مغادرة بلادهم كلاجئين مناخ إلى أماكن أخرى كما جاء في التقرير، فسوف يضطرون إلى التنازل عن لغاتهم الأصلية والتكلم أو التحدث بلغات الأماكن التي يعني وصلوا إليها، وده له تأثير كبيرا على انقراض اللغات، علما بأنه يعني كل 40 يوم في لغة من اللغات الموجودة على مستوى العالم بتنقرض. يعني معدل غير عادي، والمتوقع في دراسة أنه خلال 100 سنة 90% من اللغات الحالية سوف تنقرض نتيجة العولمة ونتيجة التغيرات المناخية والتأثيرات البيئية السيئة. وده طبعا بيحصل في حضارات قبل كده، ان في حضارات انقرضت نتيجة انه السعة البيئية او التلوث والناتج والظروف الحادثة من التغيرات المناخية كانت اكثر مما يتحمله يعني هؤلاء الناس اللي كانوا عايشين في هذا الوقت، وبالتالي ما قدروش يتحملوا وانقرضت هذه الحضارات واندثرت. طب هل يمكن الحديث عن عدد اللغات التي يمكن أن تندثر؟ صحيح في أكثر من 500 لغة هي يعني قابلة للاندثار، في ظل نتحدث عن عدد لا أدري، يعني صحح لي المعلومة، ما قرأته بأنه يضم العالم الآن نحو 7000 لغة سيد صبري. الحقيقة العدد بالضبط يعني لا أعرفه، ولكن اللي أنا أعرفه أنه عدد كبير من هذه اللغات بيندثر كل فترة، زي ما قلنا في دراسة بتقول كل 40 يوم في لغة بتموت بتندثر، وده طبعا له تأثير خطير. وإحنا قدامنا طبعا الأكثر الشعوب اللي هي متأثرة بكده الدول الجزرية الصغيرة زي جزر المالديف وجزر المارشال وأيضا توفالو وكل هذه الجزر التي تم ذكرها في تقريركم، دول أكثر ناس هيتأثروا، لأنه كمان لهم معتمدين على الثروة السمكية، والثروة السمكية أصلا بتتأثر بتغير المناخ، غير ارتفاع مستوى سطح البحر، حتى الحياة المعيشية المعتمدة على الثروة السمكية، لأنه زيادة حموضة البحار والموائل البحرية المناسبة لهجرة الأسماك مش هتكون مناسبة، وبالتالي هؤلاء الناس هيفقدوا يعني وظائفهم وأعمالهم ويضطروا يهاجروا إلى أماكن أخرى، زي ما قلنا مضطرين أنهم يندمجوا في هذه الأماكن الجديدة، أنهم يتنازلوا حتى عن لغتهم الأصلية. هل هذه المخاطر أستاذ صبري بعيدة عن مناطقنا يعني في عالمنا العربي؟ لا، ليست بعيدة، لأن احنا بنجد مخاطر أخرى من نوع آخر، وهي المخاطر هنا عندنا الجفاف والتصحر وندرة المياه والتأثير والمجاعات. يعني لو في مكان في جفاف وما فيش أي من الغذاء خالص هيبقى في مجاعات، الناس اللي موجودة دي هتضطر تهاجر إلى أماكن أخرى قريبة، وتؤدي إلى وجود صراعات، والصراعات دي طبعا برضك من ضمن المسببات لاندثار الحضارات، لأنها بتؤدي إلى حروب وناس بتموت، وبالتالي كمان لما بيروحوا لهذه الأماكن الجديدة لابد أن اللغة بتاعتهم هتتأثر ومفردات هتتأثر، مش هتفضل زي اللغة الأصلية اللي كانوا محتفظين بيها. طب ما هي يعني في ظل هذه التداعيات هل يمكن التصدي لتداعيات هذه المخاطر الطبيعية والبيئية بظل التغير المناخي، ونحن نتحدث عن التهديد الحضاري والثقافي لهؤلاء الذين قد يضطروا إلى مهاجرة أراضيهم؟ والله ندعو الله أن ما يكونش عدى الوقت أو فات الميعاد زي ما بيقولوا، أن لازم التقصير من جميع دول العالم، خاصة الدول الصناعية المتسببة تاريخيا في التغيرات المناخية، حتى الآن لم تأخذ الموضوع بجدية. يعني في الفترة الأخيرة من بعد اتفاقية باريس هناك بعض الجدية، لكن ليست بالجدية الكافية للتصدي للتغيرات المناخية، وهي أنهم لابد أنهم يعملوا استثمارات كبيرة في الدول النامية ويساعدوا الدول النامية ماليا وتكنولوجيا وبالتدريب وبناء القدرات، لأنه ده مشكلة عالمية ويجب أن يكون التصدي لها تصدي عالمي وليس انتقائي. يعني ما تبقاش
الدول الصناعية يعني مهتمة برفاهيتها فقط وبتعطي القليل وتساعد القليل في للدول النامية. ده مش هيكون الحل. الحل الوحيد يعني نأمل أن لا يكون الوقت قد مضى إنه جميع دول العالم وعلى رأسها الدول الصناعية المتقدمة الدول الغنية بتقديم التمويل اللازم بدلا من صرفه في الحروب، تقديم التمويل اللازم للتخفيف من الانبعاثات المتسببة في تغير المناخ وأيضا التكيف مع أثار تغير المناخ في الدول النامية والدول الفقيرة والدول الجزرية الصغيرة. كيف يمكن أن نوصف الإجراءات التي اتخذت حتى الآن من دول الشمال أو الدول الغنية والدول الصناعية وهي المساهمة بشكل أكبر في هذا التغير المناخي وانبعاث ثاني أكسيد الكربون وتضرر؟ يعني مثلا مثل القارة الأفريقية هي لا تساهم سوى 0% من هذا التغير المناخي، فيما نتحدث عن دول كبرى ودول صناعية هي المساهم الأبرز. الحقيقة أن الدول الصناعية الدول المتقدمة لم تفعل ما يجب عليها فعله. هي بتحاول حاليا أنها تظهر أنها بتقوم بقدر الإمكان بالدعم، ولكن هذا الدعم غير كافي على الإطلاق. ولو يعني قدمت تمويل وتكنولوجيا مثل ما تقدمه في الحروب حتى مثل الحروب الجارية حاليا لكان الوضع أفضل بكثير، ولكن ما زال هناك أمل أن يكون التضافر بين الدول الصناعية بينها وبين بعضها وبينها وبين دول الجنوب، يعني دول النامية زي دول القارة الأفريقية، أن يكون يعني أكثر نجاعة بكثير من الوضع الحالي. لأن في الأول وفي الآخر التغير المناخ لن يفرق بين الدول النامية والدول المتقدمة. عندما تكون هناك مصيبة مناخية فستعم على الجميع حتى ولو أن الأكثر تضررا منها هي. طب ماذا على صعيد حكوماتنا، يعني حكوماتنا في العالم العربي، كيف يتم تقييم هذه الآليات التي تتخذ؟ الحقيقة الحكومات في الدول العربية بدأت أخيرا يعني تنتبه إلى ذلك ولا تعتمد على تقديم أي دعم خارجي من الدول الصناعية، تعتمد الأول على مواردها لأن ده أصلا خطر بوجود يهددها. يعني زي ما احنا شايفين كثير من الدول العربية عندها استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات من خلال يعني دعم استثمارات كثيرة في مجالات الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونحن شايفين الكلام ده سواء في مصر او في المملكة العربية السعودية او في الامارات وفي المغرب وفي الجزائر. الدول العربية كلها دلوقتي بتحاول بقدر الامكان تعتمد على نفسها بنسبة يعني كبيرة وعلى مجهوداتها والاستثمار في مجال مكافحة تغير المناخ من خلال مشروعات في مجال الزراعة والموارد المائية وفي مجال الصحة، مجال الطاقة النظيفة عموما، واستخدام الأمثل للوقود الأحفوري في استخدام صناعات البتروكيماويات. إلى أنه ما زال على هناك طلب على الوقود الأحفوري لأنه للأسف حتى الآن الجهود ليست بالقدر الكافي في مجال الطاقة المتجددة. شكرا جزيلا لك السيد صبري المنسق الوطني الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وكذلك استشاري تغير المناخ والتنمية المستدامة، كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة. الشكر الأكبر، شكرا جزيلا لك، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا انتهى نقاش الليلة، غدا نقاش جديد في أمان الله.